صيانة سد الشرفة وجر المياه نحو سد فرقوق انطلاقا من سد بوحنيفية ونزع الأوحال من هذا الأخير وإنجاز خزانات مائية هي مشاريع كانت محل معاينة من قبل وزير الري طه دربال لدى زيارته لولاية معسكر. المسؤول سجل تأخرا عن المواعيد المحددة وأسدى تعليمات للقائمين على قطاعه بفرض رقابة لصيقة على المؤسسات المنجزة. يا جماعة نكونوا واعيين شوية، راكم انتوما راكم تمثلوا الدولة هنا، هذا الفلاح وش يقول كي ما نحترموش الاجال؟ احنا مشاريع كلها تقريبا راهي متاخره ومتخلفه اتخذوا الاجراءات. انا نعرف الاشكال في الاموال، الاموال كاينه، وين الحجه؟ لي كونترانت لقيتو السلطات المحليه سيد الوالي راه واقف باش ينحي ونحاها لي كونترانت. نزع الاوحال من سد فرقوق ووضع حيز الخدمه لمحطه التصفيه المحمديه كان ضمن الزياره، وتعليماته كانت تؤكد على ارجاع جميع محطات التصفيه للخدمه واستغلال كل قطعة المصفات في الري الفلاحي. نطلب الفعالية والسرعة في التنفيذ من فضلكم، الفعالية والسرعة في التنفيذ. محطات التصفية، أنظمة التصفية يجب أن تشتغل في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يعاد استعمال المياه المتحصلة المنتجة من هذه المحطات في مختلف الاستعمالات خاصة الفلاحية. معسكر وفلاحي معسكر أحوج ما يكون لهذه المياه. أنا ننبهكم هنا كإطارات تاع وزارة الري، سيد الوالي راهو حريص انه باش يرفع كل العراقيل ورفعها بالفعل، بقى حنا نديروا الواجب نتاعنا. هذا واشار الوزير الى ادخال ولايه معسكر ضمن الدراسه الشامله التي سيتم بموجبها تموين جميع بلدياتها من مياه البحر المحلات بعد استلام محطه الراس الابيض بوهران.